الاتحاد السياسي في موريتانيا للانتخابات البلدية المقررة فاتح سبتمبر المقبل، وتطرح الكثير من التحديات أمام المترشحين لمنصب العمد، كما يتجدد الحديث عن دور البلديات في التنمية المحلية. البلديات التي عرفتها البلاد منذ وقت مبكر تواصل حجز مقعد لها في التمفصل الجديد للهيئات المنتخبة التي ستضم لأول مرة مجالس جهوية مع غياب نهائي لغرفة البرلمان الثانية. تواجد لا يعني بالضرورة فهما حقيقيا لدور البلديات والعمد من طرف المواطن العادي. دور البلدية هو دور مهم للنظافة، لتهتم بالنظافة أساسا، وهذا هو الدور الذي من أجله أسست البلدية. تداخل بعض المسؤوليات مع هيئات أخرى يخلط الأوراق كثيرا على عمد البلديات ويشوش على الصورة التي يعتبرونها مشوهة لدى بعض المواطنين، بل تطمر بقية الواجبات المنوطة بمسؤول البلدية. عدرو يا سنة وقت ريزيدانس وعدم زواج وطلاق انديفيدياليتي لا عندنا لا لا عاد شبايه والله شوي تمشي هنا دول ذيك هي المشكله ان عندنا ما عندنا قبال احنا وسائل نعدرو بهم شي يعود الشعب يجلط علينا والله ما يرضى علينا به اللي ما يشوفش ذوك هو معدل ملموس لا يتم لان ما عندنا شي احنا مباليت ما يتابعنا نعود ونصقلوه. المدارس والساحات العمومية والأطباب وجمع الجباية وتوقيع العديد من الأوراق المدنية كلها من واجبات عمد البلديات، إضافة إلى دورهم كوسيط بين السلطة المركزية والشعب الذي انتخبهم، لتبقى البلدية التي تملك السلطة بحاجة إلى المال كي ترسو سفينتها كما يريد المواطن على الأقل. أحمد نسيد أحمد، الساحل تي في، واتشورت.